كانت حياة حلوة ومبسوطين يعني، وكل شيء كل شيء حلو، وبيت ملكنا وحد أهلنا ومبسوطين يعني، كنا قبل الأحداث وهيك. والله حياتي كانت كويسة الحمد لله، مع عائلتي عايش، حتى عم بشتغل مع والدي بتجارة الزيوت المعدنية السيارات، وبعدين صارت الأحداث، ما عاد في أمان، ما عاد في شيء، وخسرنا كل شيء. يعني صارت عمليات القصف وعمليات إنه طلعنا على لبنان نحن وانسرق كل شيء، صار في قصف عنيف، حتى يعني منزلنا انقصف بيت الدرج، وصار طلقات النار تفوت على البيت مثل زخ المطر، وما عاد في أمان. يعني حتى بالشارع ما عاد في الواحد انه يمشي، ما بيعرف مين بيقوس عليه، او يعني صارت فوضى الأمور كلها. والله الحياة صعبة جدا. نحن التجأنا على لبنان وسجلنا ضمن مفوضية الأمم المتحدة، وأول ما دخلنا إنه عن طريق نظامي، بس الأولاد جميعا يعني ما كان يسمحوا للأولاد إنه تدخل على لبنان. اضطريت أنا، آمنة كانت صغيرة طفلة عندي، التهريب يعني، دخلت على لبنان عن طريق إنه نيموها وفوتوها، عن طريق إنه مثل شنطة يعني حطوها، وأغلبية الأطفال هيك. حياة صعبة، وأنا كمان مريت بظروف صعبة، عمل ما في، والجيش انتشر بلبنان، صار يكمش السوريين ويحبسهم. يعني أنا أطلع للشغل انكمش، والحواجز مليانة لحد هلأ في لبنان. وزين الدين ابني وقت اللي أخذ زوجتي على المشفى، وقفنا حاجز، انا اخذني على السجن 3 ايام، وزوجتي طلعت هي وامها فقط، وانا تم الوراق المشفى الدخول بجيبتي، وحتى بدي ابعت حدا من اهلي ما في ولا زلمة، ما في حدا انه يقدر يطلع على المشفى بسبب الحواجز الموجودة. بقى تميت 3 ايام بالسجن وطلعت، لحتى اعرف بس شو صار بزوجتي، حتى التليفون ما قدرت احكي، وهالشي هذا يعني صعب كتير بسبب انتقام النظام من عائلات الضباط المنشقة. أخي ضابط شرطة منشق، ونحن اضطرينا نطلع لما هو كمان انشق وطلع برات سوريا، لأن لازم يقوس على المتظاهرين أو يكون سلاح بإيد الدولة أو النظام، ولما إذا حدا بيرفض يا بينقتل يا أما بده ينشق. ونحنا ما منحب، نحب السلام، ما منحب نقتل أي شخص. بقى اضطر طلع، ونحنا تركنا كل أموالنا وكل رزقنا وطلعنا، ولحد هلا عم نعاني، حتى أهلي بلبنان عم يعانوا، ونحنا يعني وضعنا صعب وما فينا نرجع أبدا، انتقام موجود. هي صعبة علينا شوي، بدنا وقت لنتأقلم. وهون بشكر اللي ساعدونا واللي قدموا لنا كتير مساعدات، وبشكر الأصدقاء اللي اجوا لعنا عدة مرات وما حسونا إنه غرب، وحتى الدولة اللي وبشكر الدولة اللي استضافونا. نحن بنحب نتشكر الدولة البريطانية على استضافتنا، المملكة المتحدة، وناس طيبين جدا، لقينا منهم الود والمعاملة الإنسانية اللي نحن بنفتقدها، والحمد لله يعني توفقنا بالبلدة هون والناس الطيبين اللي حولنا، والحمد لله ماشي الحال. بحب أنا أتشكر كل اللي ساعدني، وأنا مثل جميع اللاجئين السوريين، نحن شعب بنحب نشتغل، ما بنحب نقعد، ومنحب نندمج ضمن المجتمع البريطاني، وما انه نضل عبء عليه هون. وهالشي نحن منحب يعني انه نشتغل ونعمل اي شيء مثلنا مثل اي مواطن بريطاني، وبتشكر الدولة انه عم تعاملنا على هالاساس. ونحن شغلة وقت انه بس تعليم لغة هلا عم نتعلم، وان شاء الله رح نندمج، بس نتقن اللغة ونتملكها، راح نكون فعالين بالمجتمع إن شاء الله.